كون العشاء المتاخر اللي هو بعد النوم على طول ممكن يعمل سكته دماغيه وازمه قلبيه. وعارف لو هتروح استقبال معهد القلب هتلاقي معظم الازمات بتيجي بعد الساعه 2 صباحا. هو ياكل ويروح يدبها ويصحى الفجر يلاقي عنده ازمه قلبيه. ايرلي مورنينج. فالاكل المتاخر ده بيعمل ازمات قلبيه. والليل وتوتراته وسهره ده بيعمل ازمات قلبيه. صلاة الفجر مفيدة للقلب، وجمعية القلب الأردنية عملت رسالة ماجستير أو دكتوراه كانت بحث يعني مفيد جدا عن أهمية صلاة الفجر. الواحد لما بينام مثلا 8 ساعات متصلة القلب بيبقى هادي بطيء بيوصل 40، والضغط بيبقى واطي، الجسم بيبقى معمول على اللور سايد يعني عارف السويتش تحت، فهو لما بيتحرك يبدأ القلب يتحرك تاني والدورة الدموية تنشط. وأيضا الأذون اللي موجود في وقت الفجر ده عبقري، كمية يعني كافية لتطهير الدم من الأكسيدنت، إنك تنزل وتشم الهواء وتروح المسجد مفيد. مفيد والتواصل مع السماء وتنزل الرحمات، يعني هي لها أهمية فيزيائية فيسيولوجية ولها أهمية روحية أيضا، فدي مفيدة للقلب تمنع أزمات القلب. بدل ما تطول النوم كله 8 ساعات لا اصحى صلي الفجر حتى لو هنمت. إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، يعني برضو ده حديد، عملية أكسدة، عملية تصلب الشرايين أكسيديشن. فلذلك مضادات الأكسدة مهمة، وعلى رأسها طبعا الحاجات الطبيعية. إحنا خلقنا من التراب والنبات يتغذى من التراب، فكل حاجة في التراب هتبقى مفيدة. تمر مفيد، البرتقال، في مثل بيقول لك ان ابل برداي كيبس دكتور اوي، ان اورنج برداي كيبس كارديولوجيست اوي. برتقانه في اليوم بتخلي دكتور القلب ما يجيش لان في مواد مضاده للاكسده وبيمنع الذبذبه الوزينيه. تمر غذاء وشفاء برضه بيمنع الذبذبه الوزينيه، وفي مواد مضاده للاكسده وبيمنع تصلب الشرايين. الاغذيه كلها توميها وفوميها وعدسيها وبصليها، القران بيركز قوي على الاغذيه النباتيه، وتلاقي في صور كامله على النباتات، التين والزيتون. الزيتون ده جه في صوره عشان اهميه الزيتون لصحه القلب والشرايين. زيت الزيتون ده مهم جدا يعني. التين برضه مضادات للاكسده. كلما رجعنا للاكل البسيط اللي ما فيهوش تعقيدات وفاست فود والمطابخ الحديثه، الاسيويين كانوا اصح اجسادا واطول اعمارا لغايه ما جالهم بتاع ده المطاعم الحديثه، لو زينا بقى عندهم تصلب الشرايين وضغط الدم والامراض الحديثه. حتى ابهاتنا وامهاتنا زمان ما كانتش الامراض زي كده، كانوا بيعيشوا كتير ويحرقوا كتير. يعني انت بتاكل كتير بتحرك كتير بتحرق كتير، لكن انت دلوقتي بتاكل اكل مصنع تقيل وما بتتحركش، لذلك تاتي اهميه الحركه، والحركه تيمه الحياه. تمام. ايه الحكمه في الصلاه؟ ايه الحكمه في الصلاه؟ يعني دلوقتي ليه انت ما تقولش الايات القرانيه؟ ومش هي عباره عن ايات وادعيه؟ لما تقولها وانت قاعد في السرير، ليه خلاك تروح المسجد وتتحرك؟ يؤسس لتيمه الحركه وقيمه الحركه. كثره الخطى الى المساجد، عايزك تمشي. المشي بريسك ووكينج، السعي تسعى، والسعي بين الصف والمروه سعي، ويؤسس لتيمه الحركه عشان تبقى صحيح الجسد، صحيح القلب، فتبقى صحيح بدنيا وصحيح معنويا. وكمل، ممكن تروح الكعبه وتحيي الكعبه وتقرا ادويه وتنصرف، ليه بتلف هذه اللفات؟ يؤسس للحركه. كل في فلك يسبحون، الكون كله متحرك، لازم انت تتسخ مع منظومه الكون المتحرك. سلام. صح. طب حته الدهون اللي طلعت مؤخرا، قال لك الدهون دي حاجه كويسه والواحد ياكل بس بشكل معتدل، وممكن ياكل سمنه وزبده. الدهون الطبيعيه كويسه، لكن هي مشكله في الدهون المصنعه. وزي ما حضرتك قلت، ايه زي ايه وايه يعني؟ الدهون بقى السمنه الصناعي والاكلات والحاجات. بص، حتى الزيت اللي هو الزيتون لو انت حطيته على النار اصبح مهدرج. فهو بس المهم تاخده زي ما هو طازج. هو لما بيدخل الزيت او السمنه على النار بتبقى مصنعه مركبه تعمل تصلب في الشرايين. لكن وهي طبيعيه، لكن يعني الدهون الطبيعيه حتى لو اللحوم والحاجات دي لا تاكلها عادي جدا، بس تحرق تتحرك. يعني هو انت ممكن تاكل، هتلاقي في المولى عز وجل في القران ما لكش في حاجه حرام، احل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. وكلمه الطيبات مش بس حلال، هي طيبه، يعني مش مفيش حاجه تبقى طيبه وضاره للجسم. فاللحوم بدهنها طيبه فهي مفيده، لكن ايه؟ ولا تسرف، الاكسار فيها يعمل مشكله. صح. ومن ضمن الاسراف فيها انك تاكلها وما تحرقهاش، هتتخزن على هيئه سمنه.